عجز فقدان الغاز والعالم بالعملة قليلة هجمت على البوابير أجل التصليح والتصنيع والمواد غير متوفرة بأسعار خيالية والعالم بحالة فقر والمعيشة غالية هجمت العالم على البوابير. شايف في عندك عدد مليح يعني مثل هذا غاز هذا سابقا احنا عم نصنع الغاز وعم نصنع الغاز السفري عم نحط له الراس وعم نحط له الدفاش الحقاني وعم نحط له الجرين وعم نسوي بافور لاجل العالم تطبق عليه لاجل خلط الغاز. الغاز غالي ب 3000 ليره سوري. انا كان عندي كميه غاز ما في غيرها خلصت كميه الغاز اضطرينا نسوي هالليكس. هذا كان ليكس سيناره هذا من عدور 6 الله يرحمه من شي 30 40 سنه لغيناه اخر يوم بدنا نسوي غاز. تشتري كاس الشاي ما في عملها فاتوره بدنا نسوي مشان نطبخ عليه ناكل عليه لانه غاز ما في 3000 4000 ما في. هاي عدل عندك شايف وين تصير؟ عندي موجودة لأجل القلة ما في. طيب هالمواد هاي أنت عم تجيبها؟ أنا عم أصنعها كمان تصنيع يدوي. كله تصنيع يدوي. طبعا بحيث أنك تسير أمور الناس تصنيع يدوي تراعي الوضع المادي كمان. عندي محلات تصنيع يدوي كله هجر تصنيع يدوي قرص تصنيع يدوي كله تصنيع يدوي رقبة على المحرقة تصنيع يدوي. هلق المواد مفقودة بسبب الحصار بسبب القصف شلون مفقود ما في ما عم يصنع شيء بسبب الحصار حصار مطوقين داير ودار الرستان ارهابيين لانه نطعم الساقط بحريه عم نطالب بحريه يسوون ارهابيين.